تمام التاسعة موجز الأهم من الأخبار، أهلا بكم. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 01-12 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام، تدخل السيد رئيس الجمهورية بالتوضيحات والتوجيهات التالية: إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسدة منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين. أخلقت والحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق. ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل. التحديد والدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين. مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث. رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن. تشجيع والتمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة. مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا، ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية. أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 01-12 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية، فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الأجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفور انتهاء أشغال اجتماع مجلس الوزراء، تنقل وفد وزاري يضم كلا من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى ولاية شلف لحضور مراسم تشييع جنازة ضحايا فيضان وادي مكناسة غرب الولاية. وقد تسببت التقلبات الجوية من خلال الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الولاية إلى جرف 3 سيارات ووفاة 7 أشخاص، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن 3 أطفال آخرين حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية. تحيي الجزائر اليوم على غرار دول العالم اليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس من كل سنة. وبهذه المناسبة تشرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو على مراسم الاحتفال بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وهذا بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. أما في ولاية تيبازا تحتفل المحافظة السامية للأمازيغية من خلال تقديم حصري لإصدار خاص بفعاليات أشغال الملتقى الدولي تحت عنوان مقاومة المرأة في شمال إفريقيا من التاريخ القديم إلى القرن 19، فيما ينظم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بن عكنون حفل تكريم على شرف عدد من النساء العاملات بقطاعي التعليم والبحث العلمي. هذا وسيتم الاحتفال بعيد المرأة بمقر وزارة المجاهدين من خلال برنامج تاريخي يختزل كفاح المرأة الجزائرية. من جهة أخرى تكرم نخبة من أديبات وكاتبات ساهمن في إثراء الساحة الثقافية والأدبية من خلال إصدارات هامة في شتى المجالات الأدبية بدار الثقافة رشيد ميموني بولاية بومرداس.
وعن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 114,234 حالة إصابة، في حين تمثل الشفاء 79,064، من بينهم 118 تمثلوا أمس للشفاء. كما سجلت 3 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 3,013 حالة وفاة رحمهم الله. دولياً وفي الشأن الليبي، تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى مدينة سرت، أين ستعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد ديبا. هذا وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن كوبيتش على أهمية عقد هذه الجلسة، واصفا إياها بالخطوة المهمة نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات وتحقيق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها. في تطورات الملف النووي الإيراني، حذر كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بليكون إيران من أنها تتجه في طريق الخطأ، وأنها تسلك نهجا يجعل من برنامجها النووي أشد خطورة على حدودها على حد قوله، مضيفا بأن الكرة باتت في ملعبها. من جهة أخرى، حذر الرئيس حسن روحاني بدوره من استعمال لغات التهديد وممارسة الضغوط في أي مفاوضات مع بلاده. في غينيا الاستوائية، لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 600 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة عندما اهتزت مدينة باطا العاصمة الاقتصادية للبلاد أمس على وقع 4 انفجارات ضخمة. الانفجارات التي وقعت داخل مستودعات للأسلحة والذخيرة تسببت أيضا في محو أحياء سكنية بأكملها بحسب مصادر محلية. في موضوع آخر، تعيش الأسود الأسيوية المهددة بالانقراض في الهند تحت وطأة وباء جديد يهدد حياتها، حيث قال مربون ومتخصصون بإيون في غابة جير الهندية أن هذا الوباء إذا لم يتم محاصرته فإن الأسود الأسيوية ستزول من الوجود، وسيكون ذلك انتكاسة لجهود حماية البيئة والتوازن البيولوجي في المنطقة. هذا وشرعت السلطات في تلقيح الأسود المعروفة بأنها أقل حجما من نظيراتها الإفريقية تحسبا لأي طوارئ. رياضة الآن. وفي كرة القدم، يتوجه صباح اليوم فريق وفاق سطيف إلى العاصمة الغانية أكرا انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي لمواجهة أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا لحساب الجولة الأولى من كأس الكاف المقررة بعد غد الأربعاء بأكرا، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة الإفريقية. كرويا دائما وتسوية للرزنامة، بطولة الرابطة الأولى المحترفة يستقبل اليوم شباب الوزداد نادي شباب قسنطينة بملعب 20 أوت بالعاصمة. بهذا الخبر الرياضي، ولي معكم هذا الموعد الإخباري، ألقاكم في العاشرة في أمان الله.